بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هنبدأ نشوف نظرة عامة عن معرض السيارات الكهربية EV اوتو شو ان شاء الله الموجود في الرياض في السعودية في الفترة من 9 ل 11 اكتوبر. تعال نبدأ نشوف نجيب القصة دي ازاي. هندخل على اكسبيشن واي اكسبيت، هندخل هنا 2023 اكسبيشن اوفر فيو. ده نظرة عامة عن المعرض، تمام؟ الشو نيم ده اي في اوتو شو، اسم المعرض اي في اوتو شو، تمام. الايفنت تايب، نوع الايفنت او الحدث ده عباره عن معرض ومؤتمر اكسبيشن اند كونفرنس، تمام. الايام الديتس من 9 ل 11 اكتوبر 2023. هيبقى موجود فين؟ في الرياض انترناشونال كونفنشن اند اكسبيشن سنتر، معرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. اللغة اللي هتكون موجودة في المعرض هيبقى في السيمينارز باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. الفيزيتورز، دي حتة مهمة جدا، الزائرين هيكونوا أكتر من 7000 زائر خلال 3 أيام، ودي حتة مهمة جدا. ماركتينج كامبينز، في عندك 360 حملة تسويقية شغالة على الماركتينج الخاص بالاي في اوتو شو. سؤال مهم جدا، المعرض هيفتح امتى ويقفل امتى؟ المعرض بيفتح الساعة 10 اوبننج تايمز، من الساعة 10 صباحا ل 8 مساء يوميا خلال الثلاث ايام من 9 ل 11. الرسوم ده فور فري، الناس اللي هتدخل فور فري، ببلاش، اللي يدخل ببلاش، تمام. طيب الايفنت شو كاست مين بقى؟ ودي حته مهمه جدا، المعرض ده هيبقى موجود فيه ايه يا اخوانا؟ اول حاجه الكتريك كارز، السيارات الكهربيه، الكتريك سكوترز، السكوترز، في ناس بتعرض سيارات كهربيه، في ناس هتعرض سكوترز كهربائيه، تمام. في ناس هتعرض الكتريك موتور سايكل اللي احنا بنسميها الدراجه الناريه، تمام، الكهربائيه. في ناس هتعرض اتوبيسات، الكتريك باص والكتريك فان، شواحن او شاحنه كهربائيه. وفي ناس هتعرض الكتريك تشارجنج ستيشن، محطات ومعدات للشحن الكهربي. في ناس هتعرض، تمام، من المصنعين، الكتريكال فيكل باتريز مانيفاكتشرر، مصنعين للبطاريات، اي في باور ترين كومبوننتس، تمام، اللي هي مجموعه نقل الحركه للمركبات الكهربيه وغيرها، تمام، من مصنعي المركبات الكهربائيه. هيبقى في عندي، تمام، اوتوماس فيكلز اللي هي المركبات الكهربائيه ذاتيه القياده، تمام، و او التكنولوجيا بيسموها تكنولوجيا ذاتيه القياده، ومركبات وتكنولوجيا الهيدروجين، الهيدروجين فيكلز اند تكنولوجيز، تمام. هتبقى معروضه الاي موبيليتي ابس اللي هي التطبيقات التنقل الالكتروني، شركات تطبيقات التنقل الالكتروني، سوفت وير بروفايدرز، الناس اللي بتعمل سوفت وير خاص بالسيارات الكهربيه، الباتري ماتيريالز، الناس اللي بتصنع بطاريات السيارات الكهربيه، تمام، و شركات التعدين المينينج كومبانيز، والموباليتي سيرفيس بروفايدر، والناس مقدمين خدمات التنقل، وكمان شركات البيج داتا والاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنت، الذكاء الاصطناعي، والاي او تي، انترنت اوف ثينكس، انترنت الاشياء، كل الشركات دي تبقى موجوده، والاوتوميشن تكنولوجي بروفايدر اللي هم مقدمين تكنولوجيا الاتمته. وكمان عندي الانفستمنت اندستريز والصناعات الاستثماريه واللوجيستكس والصناعات والخدمات اللوجستيه والانرجي اند الانفراستراكشرز، الناس اللي خاصين بالطاقه والبنيه التحتيه، والايكونوميك زون في المتخصصين في المناطق الاقتصاديه. هيبقى في ريجوليتورز اند جوفرنمنت ايجنسيز اللي هي الهيئات التنظيمية والهيئات الحكومية، هيكون في تيليكوم، وهيكون في شركات النقل اللاسلكي اللي هي الوايرلس
كاريرز، وبالتالي المعرض ده هيبقى فيه كمية ناس كتيرة جدا من مصنعين السيارات الكهربائية والسكوتر الكهربائي والدراجات النارية الكهربائية والحافلات الكهربائية والشاحنات الكهربائية ومعدات ومحطات شحن السيارات الكهربائية، مصنعين بطاريات تمام، ومصنعين نقل حركة للمركبات الكهربائية، ومصنعين مركبات كهربائية وتكنولوجيا المركبات الذاتية، وكمان تكنولوجيا الهيدروجين وتطبيقات التنقل الإلكتروني، ومقدمين البرامج ومواد البطاريات وشركات التعدين. كل الحاجات دي أو كل الشركات دي هتبقى إن شاء الله مشاركة في المعرض اي في اوتو شو في التاريخ من 9 ل 11 اكتوبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. إن شاء الله نشوفكم في المعرض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.